اليوم متواجدين في الملاسين، احكي لي شوي كيفاش عاملين في السخانه هذه؟ والله شو نقول لك، نحن بالنسبه للملاسين من اول الدنيا كسخانه واحد، حتى جانا رئيس بلديه شويه عاوننا ومنا فهمتني، اما تبقينا بازالت الحاله هي بيدها تاع الملاسين فهمتني، ناموس وشواشه فهمتني، لا عندنا كما نقولوا نحن دار ثقافه، لا عندنا ما عندنا شيء، عندنا سوق ليبي، عندنا السيوتي، هذيك هي معاناتنا نحن في السيوتي، كان مشكلتنا كان السيوتي فهمتني، قسما بالله العظيم بالنسبه لنا نحن فهمتني كاولاد الملاسين ما طالبين حتى شيء من الدوله خويا، تلفت نظره نظرة خاطر شنية الملاسين ديش منا شنية، نحن لا نقول لكم عطيونا لا نعملونا لا حتى عندنا كستاد، هي مورد الرزق نتاعنا هي السيوتي فهمتي، هن عبيدنا لا حد تجي تتفرج في السيوتي، عندنا صغارنا يجيو يكوروا كل يوم في السيوتي فهمتي، شغلين نحن بالتين هذاك، نحن ما عندنا حتى مشكلة. بالنسبة للناموس والوشويشة والواحد هذا ما عادش تجاوزناه الموضوع هذا فهمت، خاطر استانسنا بهم. وني سامحني حظهم بكري حكيت معك في الكواليس قلت لي يا خويا رانا حاجه ولت حاجه معناتها مش ناسين بها، تعاوننا بالناموس نحن جيست صغارنا ديما عطينا كيما نقولوا نحن دار ثقافه قضيه نتاع الطيران نتاع حيزور، ناس تجينا من الزهروني من سيدي حسين كلنا شنو منين انت منين وانت ترن ترن في السيوتي فهمتي، نحن ايش منا كان استاذ هذاك ما عادش نحكوا لا على الناموس لا على البنيه التحتيه لا حتى شيء فهمتني، حكايه فارغه خاطر حكينا 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 حتى حكايه فارغه فهمتني، ما نجموا نعملوا حتى شيء، نحبوا الدولة تلتفت كان السيوتي يكهو. علاش الملاسين مهزوزة في الفم بصراحة؟ أعطيني نصيحة وأنت ولد ملاسين وتحكي أنا ولد ملاسين، يقول لك الملاسين ملاسين تهبط لوسط البلاد، مثال ترى بطاقة التعليم نتاعك من ملاسين يجا من هنا، ترى يجا وقف لهنا شوي، يعد يجا منا نفركسك ومنا شو فما علاش هذا الكل راك من ملاسين، شبيه الملاسين؟ ملاسين راهي خرجت طبة خرجت وزرة خرجت فهمت، هاو هنا رئاسة الحكومة برا شوف خرجت كيما نقولوا نحن خرجت علي الكعبي خرجت محدين الدين خرجت فهمتني خرجت سليم شيبوب خرجت دمادم فهمتني خرجت محمد كبارات فهمتني ناس فهمتني، يقول لك انت منين اخي ملاسين شبيه نحونا مالا نحن خويا من الخريطه ملاسين نحيو اللي هي سامحني ملاسين تبعت امطار على القصبه امطار على رئيس الحكومه معناتها امطار على شاحب بورقيبه ريت السعد هذيك تهبط تلقى روحك في الملاسين فهمتني، الوزراء تتعدى الملاسين كياس هذا يتعدوا منه بوشوشه فهمتني، ما انا طالبين حتى شيء بارك الله فيكم، نحن مشكلتنا اخويا اكستات اكستاد باش تلقى الليجان نتاعنا وانت ترانا باش تلقى حتى من الحوم فهمتني، ما نقولكش يجي خد ترانا في السيوتيه فهمتني، يجي يلعب في الستاد ابعد اخويا من السبخه وابعد من 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 من, من, من التهيات الخايبه وابعد كل شيء، طول صغير يجيب ابوه يقول له برا بابا كوره مرحبا بيك تفضل ذا تيرا راه نتاع الدوله عملته الدوله جماعه السيوتيه وجماعه الملاسين وحي الزهور والزهروني وسيدي حسين كله مرحبا بيك. اليوم سامحني اليوم الشباب الملاسين بصفه عامه ما عندهمش حتى متنفس من يمشيوا يتفرجوا ما عندهم السبخه، وانت تعرف السبخه اش فما وانت تعرف الحوم مش فيها وتعرف البياسات تعرف الشباب وين يمشي معناها بو يقولوا بابا اني ماشي باش نلعب في الاستاد الملاسي يبدا متهني عليه يقولوا بابا اني هابط للسبخه ما ينجم فهمتي قاب مسكين يبدا يتبع فيه يقول لك في الاستاد جاء الاستاد خليه متهني بيه غاديك في الاستاد ما عنده حتى شيء، فما ناس تعس عليه فما ناس يعطيوه كوره فما مسؤولين فما فهمتي اطروه فهمتني، وانت تو كريت تشوف يمشي كلها قناطر وليت وكلها منا عندهم مش حتى بدل البطاحي مشات فهمتني، انا تو كي نخرج من الدار فهمتني تلقى بطحه قدامك وين البطحه هذيك ترقد تو تقوم تلقى عملوا عرسه فهمتني تلقوا عملوا عرسه ويمشي الكور ولاد خويا نحن نتلبوا حاجه بركة عندنا منطقه بركة اسمها سيوتي نسمع في الاولاد من التالي عيطوا لك يا حسن سيوتي يا حسن سيوتي يعني يا حسن تكلم مع سيوتي يعرفوني نحكي كان على سيوتي خاطر ولد جمعيه وقديم ومنه وين السيوتي والله شو نقول لك سيوتي بالنسبه للسيوتي هانا اليوم عملوا اجتماع تلفوا فيه كبار السيوتي فهمتني جا سي محي الدين هبيط علي الكعبي مع الرئيس هذايا باش يدعموه فهمتي ان شاء الله خويا ان شاء الله ماشيين في الاحسن توا فهمتي حسب ما ريت انا الاجتماع اليوم ومنه ومنا ان شاء الله ماشيين خرجت جوارات كبار شبيك فوزي الهنشيري منذر المسيكني من علي الكعبي محي الدين هبيط لطفي الكعبي شبيك سيوتي في سوسه نمشيو لصفاقس نمشيو لسوسه راي سيوتي انا قسما بالله مشينا ديبلاسمون لسوسه مشينا تعمل لك قلنا الماتش الساعتين مشينا دخلنا فطرنا مشينا القهوه باش نعملوا شيش دخلنا نلقوا تصوير السيوتي
شنو هو تو في سوسه ونحن تصوير السيوتي عمل كاع عيط قلت له بجرب قال لي هذيك السيوتي اش بيك وتصوير شكون فيها عبد السلام الشعتاني وكله فهمتي ومنهم متصور معنا سي اسمه روف النجار وعثمان جنيح فهمتي عثمان جنيح كان يقرا في بن شرف يجي يترانا في السيوتي باش يمشي يلعب في سوس يعني اللي هي تاريخ سيوتي وما لاسيس فهمها تاريخ كامله تعرف تاريخ تونس كامله تعرف السيوتي تاريخ وما فما حتى جوار في الناسيونال اللي سوا الكلوي بالسبيرونس ما تلقاش جوار من السيوتي سوا في الليجين ما لقيتوش في السينيور تلقاه في الاسبور ما لقيتوش في الاسبور تلقاه في الكادي فهمتني نحن كيما نقولوا نحن شويه دعم لك المنطقه قلت شويه دعم لك المنطقه وانا توخ نحكيك شويه على شباب المنطقه واحنا تو ساعه متاخره بعد منتصف الليل اليوم معناتها كي نقولوا سامحني الملاسين قاعد مربوطه ديما بالمخدرات شباب الملاسين مش كل بعض الشباب الصغار الضايع اللي يتعاطى في المخدرات نحكيوا على جميع انواع المخدرات واخطرها زاد خلينا نحكيوا على السوبيتكس انت تعرف اليوم شبابنا ضاع في دوامه مدمن على السوبيتكس صحيح 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 نحن بالنسبه نحن الملاسين خويا هذه حكايه المخدرات وضيح حكاية الواحد فهمتني نقصت شوي لا نقصت شوي نقصت شوي نحن بالنسبة للقبل رو انت تقول لنا هابط للسوق ليبيا واحد يقول لك هما شنو يقول لك هابط للسوق ليبيا ليه سيرق غادي وبركاجات والملاسين ومن ما عادش ناس تجينا من جلمة تنصب هنا ويجونا من البلايس الكل يجوا من تبربة يقضي ويروحوا على رواحهم فما حد شيء وقفة من الأمن صحيح وفما وقفة زيادة بخطر السوق شادين ولاد الملاسين حتى كمثال باش تنطر ولا باش تسرق ما يخلوكش فهمت قلت المورد رزق نتاعهم اش قلت لك انا قلت لك عندنا سوق ليبي وعندنا سيوتي هذيك هي ما عندنا حتى شيء لا عندنا دور ثقافه لا عندنا منتزه لا عندنا حتى شيء عندنا سيوتي انا نحكي على السيوتي ما نحكي على الريال انا نحكي على السيوتي فهمتني هذه هي الملاسين ما نكذبش عليك ما يبدي شبابنا صحيح ضاع اما بقدره ربي لو خاطر الشباب اللي طالع تو يجيو انتم نطلب منكم حاجه برك نهار يجيو يجيو لاستاد الملاسين انا تو ندخلكم وتو تشوفوا الشباب كيف يكور وياخذ دابوس الماء نتاعو ويترانا منه ما عنده حتى وزيد عملوا فروع جديده شبيك ما نجمتش في الفوت برا البوكس ما نجمتش في البوكس برا الهوند فهمتني يعني يكبروها كيكا برا الاتليتيزم فهمتني يعني ما نقولوش سيوتي يعني جوار هذا ما تقبلش في السيوتي برا خويا روح على روحك يمشي هذاك اش يعمل يمشي ينطر ويمشي من المن... لا ما قبلناكش الفوت اجى للبوكس ما قبلناكش البوكس اجى لهون فهمتني يعني هذاك هو الشباب تونس ترقد بعد نص الليل الملاسين تفيق ظهري بعد نص الليل والعباد وحيا نشوف ما شاء الله والعباد والقهوه محلوله قهوه محلوله ولاباس وجي العباد تقعد واو بطمان يبات للسباح نتاعنا فهمتي يجوع يلقى في الملاسين يحب القهوه يصبح في الملاسين عندنا كل شيء استاد زاد مريق اللي يترناو في الليل الاولاد ما عندنا حتى مشكل فهمتني ما عندنا حتى مشكل تبقينا اخويا نظره شطر نظره للملاسين شطر نظره للسيوتي فهمتني خاطر هذاك ريتها سيوتي سيوتي وسيدي حسين وفهمتي كلهم تربطهم التيران هذاك كي تعمل له انت وقتها في التيران هذاك تعمل له يتراناه وغاديك ما عادش يخرج لك البر ما عادش يخرج لك وانا شنو هو الجوار ريتو الجوار يترانا 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 كي يروح ما يخم ما عادش يخرج من الدار يرقد متعب يرقد ما عادش يخرج باش يخمم باش يخرج يتبراكي ولا يفك ولا واحد هذيك هي راه عندنا استاد اجا تو تشوفوا الشباب نتاعنا راهو في استاد امورهم واضحه يترناو ويكوروا حتى لحوم قسم ما عادش عندنا تيرانات فهمتي تيرانات ولات فيها مترو ولات فيها قناطر واحد هم يجوا بحذايا الاستاد يكوروا مرحبا بهم نحن نحميو فيهم والامن ديما راه واقف لهم فهمتي ديما يسأل عليهم ويشوفوا ما عندنا حتى مشكلة فهمتني تبقينا شوية النظرة للسيوتيك